هلا هو البنات مو من زمان بيجوا لهون، وحتى لهلا هيك هي غريبه شوي. بدي اني اريد اطلب من عندك طلب، اخاف اسوي عندك زحمه، واخاف هم تفتهمين هاي الطلب خوش لو مو خوش. ولو طلب تكرم عينك، اذا بقدر ليش لا. بدي اني يجوز تطول اقامتي هنا أنا بالشام، يراد لي فد بيت صغيرون لو شقه هيك صغيره، وتعرفين اني عراقي، لو اريد استاجر البيت يغلون علي، فاني ابويا اريدك انت اللي تطلبين هاي البيت او تستاجرينه. اروح لك شد ابويا ايش قلتي؟ ايه تكرم عينك تتدلى، هاي هي اصلا انا من الاول عم اقول لك استاجر بيت. يي هي اخي عمار، تريدين نمشي؟ لا نحن ما عندنا هيك عقد ابدا. عمار لا حبيبي، لا نعتذر منك على اساس متحرر وموسكو وسينما. متحرر ايه بس ماني فلتان. قعدتي لي مع واحد ما تعرفي عليه على الانترنت، مو معروفه قرعه ابوه منين. ثانيا والاهم، انا بعرف انه عمرك 30 سنه وما لنا حكي عليكي، واثق فيكي وبخياراتك، بس يا اختي بمجتمعنا هاد وقت بتشوفوني بهيك موقف ما بيقولوا عني اني الاخ الحباب مثل ما انت شايفتيني، لا بيقولوا عني المقرن المقرن. وضحت الفكره؟ كامل الصغير. وصلتني يعني؟ ما بعرف اجي لحالي؟ يا ستي لا تأخذينا، حقك علينا. امشي اطلع، شو عندك ولا شيء؟ بعدين بابا مانا هون، عن جد ليك سيارته مانا هون، وما بعتقد رح يجي. ليش بقى؟ قرفان حياته من اكلك ما؟ لك لا، بس شكله عامل بوز، عم يتغدى كل يوم بالمكتب، ما عم يجي. تركيب حاله للزلمه، تركيب حاله، بجوز عنده شغل. امشي نعمل اكل مثل ايام زمان. بتتذكر وقت كانت ماما الله يرحمها تعملنا يوم المرأة؟ طبعا بتذكر. لا وكانت سلافة تطلع احسن طباخ بالعالم، لك اشتهيت شي مره اطلع انا. لا وخزامة كمان. هلا خزامة لانه صغير كان لازم كل اربع مرات تفوز يا بالطبخ يا العالم. هيك الله يرحمها كانت تقول. الله يرحمها. تفضل اخي. الله يزيد فضلك. قلتك ليش تغير بابا لهالدرجة؟ ما بتعرف المدى اللي بيقول لك انت ابني طول ما امك بحضني. بدي اقول لك ابني حس فينا يعني عرفان شو عم نساوي؟ ما بعرف، ما بحب افكر. لك ولي على النسوة شبك؟ وعدت غيس عبي مي بده يذبحني هلا. ايوه طلعت الحجه. مو حجه اختي، خلص اتفقي انت واخواتك ونعمل اليوم ما راح بايام زمان منيح. ما راح تزبط، كل واحد فيكم بديه وما حدا فاضي لحدا، انت رح نبوس ايدك شوي ثانيه مش عم تجي لعنا. ايه خلص طولي بالك، اليوم بس عم نحكي مشان يوم الجمعه، بس بدون ابوك ايه؟ بدك على حالك. دوالي بعد 10 سنين شو بده يطلع معي؟ ما شاء الله عنكم شو؟ من الاميرات موناكو. قومي سولاف عم نشيل نشرب، قومي المطبخ قايم قاعد ماني عارفه راسه من رجليه. عمار الله يخليك، زلمه رجال مو ناقصنا. ممتاز، وين جوازكم ما يجي يضبوكم؟ يا سيدي عند اهله، ان شاء الله بيضلوا على طول هنيك. لك انتم نسوان هيك بتضلوا بتنفسوا. نحن؟ بنرفس؟ ايه بترفسوا مو بس هيك يا ستي. هلا اذا وحده منكم تاخر جوزها شوي صغيره عن بيت اهله، لك والله بتجرسوا بعرف. تفضلوا. هذا طلع لنا مع اخونا منرفس. يسلمك. شفت؟ لو بتيجي كل نهار خميس بنقعد وبنروق، هي هالكم ساعه بنهار بنضحك فيها بتنسينا قرف الاسبوع كله. لا حذرتي ابنه. هذا الحكي حلو كثير اذا ابوك المحترم مانه موجود، بس اذا شره بتضبضي. تفضلوا. استرخوا استرخوا مو هو. هاي هاي شو من امتى معك المفتاح؟ ايه حتسكن عنا شوي تانية. حاكي نص السنة ببيت جوزة والنص التاني هون. حلو هالليلة لابسي، منين جايبتي؟ بدي استعيره منك. انتي آدمية بعطيك. كأنه عيادتي صارت بيت العيلة، وكأنه عاصم معه حق. يو حاجتك نقص على كل شغلة بدنا نشبكي. ربيبة ضيقتك لطولة البال.
هاد حرير شي؟ لا والله مبين حرير. بدي اسألك سؤال صغير. شو في؟ عن الاجارات بجرمان. شو بها؟ شو وضعها؟ ليش العينتين ناوي يسكن عندنا بجرمان؟ انو عينتين؟ اه لك لا هي رفيقتي منتهى بالشغل، ما عرفتها؟ لا لا والله ما عرفتها. منين اخترعتي هي الشخصية الوهمية بقى؟ على كل حال البيوت غليانة مو بس بجرمان، بالبلد كلها. يعني البيت اللي استأجرته من 5 سنين ب3000 اليوم أجاره 15000، هذا إذا كنتي محظوظة. 15؟ ما في أرخص؟ في في بدف الشوك، بالحجر، ضاحية الأسد، ضاحية تشرين، بالزبداني، بسرغاية، في. طيب سؤال أخير، فيها البنت عنا تستأجر لحالها؟ لأنه رفيقتي بديعة منتعني. إذا تاني مرة بتحكي معه لهالإبن لك أخي شبك؟ كل ما بحكي مع واحد بيقرفني بعيشتي، انت من جهه وبابا من جهه، اذا مصدقني احكي مع رفيقتي منتهى. لا ماني مصدق. لك كذاب، ما بيعلم على كذاب، وانا كذاب كبير فهمية. مديعه موبايلك عم يرن. منتهى؟ منين جايبتي اياها؟ شايفتيها بصح النوم تبع غوار ما؟ هي حالتنا. ويوم عن يوم عم تزيد القصه. على العموم شي حلو انه الوحده تقعد وتشوف التلفزيون مع زوجها، يعني في ناس بتتمناها. انت ليش متضايقه؟ لاني حاسه حالي عايشه بمملكه الصمت، كل ما بفتح حديث بيطلع عن الاولاد. وهي اليوم حاولت افتح حديث جديد قمت لقيته مكرر فسكتت. يعني طول الوقت عم حاول غير لاقي حلول جدد. لا تدوري على شيء تتعبي، بعدين اقتنعي انه حياتك بدك تقضيها هيك ولا هيك بدك تقضيها. عمار في سيجارتك، هلا بيجي بابا. كمان رح يجي هلا. لك العم وين بدي روح فيها؟ بيجي لهون على التكير وحتى على القلعه وعلى كل الشام القديمه. يعني بتعرف شو؟ هيك بشم فيها عبق اجدادي. شنو تحكين عبق شنو؟ اركا شو بيعرفني؟ هلا جواد اسمع لك، انا ما عندي مشكله استاجر البيت باسمي، بس بخاف بكره صاحب البيت يشتلق انه مو انا اللي ساكنه فيه. لا عيني بديعة، انا اسف، انا كنت مكروه وقليل الذوق. لا لا ما قصدي هيك، بس يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. هسا انا ممكن الاقي بيت صغيرون ورخيص، بس اكو مشكله بهاي البيت انه مرتفع وماكو عنده اسانسير. وين؟ ضاحية الاسد. من استلمه تجي تزوريني زين؟ جواد انت ليه ما بتحكي لي عنك عن اهلك كيف كنتوا عايشين؟ صحيح ما لنا زمان مع بعض بس انا بحب اعرف. صدقيني بديعة انا لما بكون قاعد معك ما بحب افكر غير باللحظه اللي انا وياكي فيها سوا، حتى باشر ما احب افكر بيه لان انت ما تعرفين باشر شنو ضابه منه. ليش تضحكين؟ مو معقول شو مأثره فيك امك، مو معقول بدك تحكي سوري كانك خلقان وعايش هون. طبيعي ابويا، ما هي لهجه الام هي الاساسيه. مزبوط معك حق، بس هو يعني بدي اسالك انه باعتبار امك سوريه ما عندك هون قرايبين او امك ليه ما اجت معك؟ انا اسفه صرت غليظه ما. لا لا عيني عافيه، بس انا ايش دا اقول لك، امي كانت هنا تدرس بالجامعه وابويا لاجئ سياسي، فابويا تعرف على امي. يعني ايش دا اقول لك، قصه طويله ما عليك بيها. انا اسفه. ما يخالف بديعه، انا اريد العلاقه اللي تجمعنا تكون ما بيها قيود، اريد العلاقه يكون بيها وناسه. تذكرين ايام الشات شلون كانت العلاقه بيناتنا من غير تفكير ومن غير شنو؟ عم تساليني عن الاخبار مالت العراق، شكو اخبار غير اللي نشوفها بالعربيه والجزيره؟ وانا اريد اقول لك ان كل الناس تشبه بعضها، صدقيني اكو ناس فقيره واكو ناس غنيه، اكو ناس تصرخ واكو ناس تنصرخ، واللي يجمعهم كلتهم هو الخوف، والخوف هوايه.